لدي من الأبناء بنت وسميتها مهاد. مهاد؟ مهاد نعم. مهاد. مهاد ميم هاء ألف دال. على نجعل الأرض مهاد. على نجعل الأرض مهادة. نعم. و هي عمرها 4 سنوات الحين، وفي الوقت ذاك يعني ما قرأت في القرآن كثير. نعم. ما لحد يوم تسأل الآن، تسأل هل يجوز ولا لا؟ هل يجوز التسمية هذه؟ أيه ولا لا؟ لأنه في بس لا تعلل خلاص كثير. نعطيك الجواب الآن. الجواب لا بأس أن تسميها بمهاد، وستكون مهادا لزوجها إن شاء الله. نعم.